طابت أوقاتكم بكل الخير مشاهدي تان الكرام، وأهلا بكم في العرب في أسبوع، حيث نتناول أهم وأبرز وأحدث القضايا والأحداث في عالمنا العربي، نتوقف عندها بالنقاش مع ضيوفي الكرام سواء كان عبر الهاتف أو عبر سكايب أو معي في الاستوديو. دعونا نبدأ بتطورات الأوضاع في ليبيا التي يخوض جيشها الوطني عملية عسكرية منذ 4 أبريل بهدف تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات التي تتلقى دعما إعلاميا وعسكريا من دولتي قطر وتركيا كما هو معلوم. نتحدث عبر سكايب مع ضيفنا الأستاذ محمد جبريل اللافي، المحلل السياسي الليبي والمتخصص في القانون الدولي، عن هذه المستجدات في الشأن الليبي. أحييك أستاذ محمد. دعنا نبدأ بالمطالب، المطالب الحقوقية العديدة والتي تطالب بتدخل دولي لوقف انتهاكات تركيا في ليبيا. هل سيتم ذلك بالفعل؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيب محمد. تحية لك يا أختي عزيزة، تحية لمشاهدي قناة تن المصرية. نحن عبر 8 سنوات الماضية يعني التدخل التركي كان بشكل مبطن يعني، وإظهار دعمه للميليشيات المتطرفة والجماعات الإرهابية التي أصبحت الآن مطلوبة حتى دوليا يعني من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وصدر في حق العديد من عناصرها وقياداتها قرارات من مجلس الأمن. أصبح هذا الدعم ظاهرا للجميع، وأصبحت تركيا تزداد تورطا في عملية دعم هذه الجماعات المتطرفة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل عن التوقيت، ما هو التوقيت الذي سيتم فيه محاسبة تركيا وقطر الشريك الآخر الشريك المالي لوجود هذه الجماعات الإرهابية على الأراضي الليبية ولدعمها اللامحدود لجماعة الإخوان، والتي تعتبر هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين هي الأم الإرهابية لكل هذه التيارات المتطرفة. أختي العزيزة، نحن كحقوقيين وكنشطاء سياسيين وكخبراء في القانون الدولي نستنكر وبكل شدة يعني هذا الدعم، وقد قدم العديد من النشطاء والزملاء مذكرات للمبعوث الأممي السيد غسان سلامة حول دعم تركيا لهذه الجماعات، وخصوصا المجموعات التي سيطرت على سلطة القرار المالي وسلطة القرار السياسي في العاصمة طرابلس وفي الغرب الليبي. ولكن من المؤسف جدا يعني أن البعثة الأممية وسيد غسان سلامة ما زال ينظر إلى الصراع في ليبيا وكأنه صراع بين طرفين يتساوون في كل الحقوق الشرعية، رغم أن المؤتمر اللاوطني والذي أصبح منحلا بمجرد أن البرلمان الليبي أخذ سلطة تشريعية في البلاد، والتي هي بعدها أتت بحكومة مؤقتة وبتكليف القائد العام المشير خليفة بن قياسم حفتر قائدا عاما للجيش العربي الليبي. أن المؤتمر اللاوطني استمر في عمله، كل هذه الأمور هي معروفة جدا، ولكن نلتمس منها أن البعثة الأممية لا زالت تنظر إلى من يحاول التمترس السلطة وعدم تسليم السلطة للطرف الآخر الذي تم انتخابه شعبيا كأنه طرف لا زال موجودا سياسيا على الأرض. هذه النقاط هي نعم مكتوب. دعنا نتعمق أكثر في هذه النقطة، يعني قلتم أنتم تستنكرون والمجتمع العربي جميعه يستنكر، خاصة أن هناك دلائل على هذه الانتهاكات والتعديات ولا يقبل بها، لكن الاستنكار وحده لا يكفي. يعني يوم أمس فقط طائرة تركية مسيرة تابعة للميليشيات مثلا قصفت طائرة إسعاف بعد هبوطها في مطار ترهونة غربي البلاد. ما هو الحال؟ هل يعني تحدثت أيضا عن التوقيت، متى من الممكن أن تعاقب تركيا وقطر على كل هذه الاعتداءات وهذا التدخل الواضح لم يتوقف إلى الآن؟ هل ننتظر فقط تحرير العاصمة طرابلس ربما هو الحل الوحيد مثلا لوقف هذه الانتهاكات أم ماذا؟ دعنا نتحدث بأكثر وضوح أن المجتمع الدولي لا ينظر ولا يحتمد إلا لغة الأقوياء ومرون على المشهد العسكري قبل المشهد السياسي على الميدان. وبمجرد أن ينتصر الجيش العربي الليبي ويقوم بتحرير والقبض على العديد من المتورطين بجرائم جنائية قبل الجرائم الإرهابية في ليبيا، يعني لدينا قانون وضعي، لدينا نائب عام، لدينا قضايا فساد موجودة من قبل هذه العصابات، يتصدر هذه القائمة المدعو الصديق الكبير الذي قام بالدعم. كل هذه جرائم يعاقب عليها قوانين الإرهاب وقوانين الدعم للجماعات الإرهابية. هذه جرائم هي جرائم نهب وسرقة للمال العام ومساعدة وقتل
بالمشاركة مع هذه المجموعات الإرهابية التي أصبحت الآن ظاهرة، وخصوصا بعد دعم المدعو فايز السراج والآخر هو صديق كبير لهذه المجموعات الإرهابية في شهر أبريل الماضي بمبلغ 2 مليار و200 مليون لهذه العصابات التي لا تعمل وفق قوانين ولوائح داخلية. القانون موجود في ليبيا واللوائح التنظيمية موجودة في ليبيا، ولكن مسألة تطبيق هذه القوانين على هؤلاء المجرمين الذين سرقوا المال العام ونهبوا أموال الشعب الليبي سيتم بمجرد دخول الجيش إلى العاصمة طرابلس. النقطة الأهم والتي من وجهة نظري أنها ستكون على طاولة الأمم المتحدة وعلى قرارات مجلس الأمن هي عملية ما بعد تحرير العاصمة طرابلس وسيطرة الجيش العربي الليبي على كل المقدرات المالية والبشرية والإقليم الليبي بالكامل. هناك سيتحرك المجتمع الدولي وسنقاضي الحكومة التركية والدولة التركية عما اقترفت وأيادي المدعو أردوغان. ننتظر ذلك بكل تأكيد. أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا الأستاذ محمد جبريل اللافي، المحلل السياسي الليبي والمتخصص في القانون الدولي. نترك ليبيا الآن ونتجه إلى السودان والتي تسير بخطوات سريعة لكنها في الطريق الصحيح. أول أمس الثلاثاء عقدت الحكومة السودانية أولى جلساتها برئاسة دكتور عبد الله حمدوك، واضعة 10 أولويات ضمن البرامج العاجلة للمرحلة المقبلة. في مقدمتها نقطتان ملحتان هما وقف الحرب وبناء السلام مع المجموعات المتمردة في ولايات الجنوب، وكذلك النقطة الثانية هي معالجة الأزمة الاقتصادية المتأزمة في البلاد. بالأمس في خطوة تاريخية ستنهي أعواما من النزاع المسلح الذي تابعناه والذي أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص وشرد نحو 2,500,000 آخرين. اتفقت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا على إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب، هذا بالإضافة إلى وقف شامل لإطلاق النار وكذلك فتح ممرات إنسانية ومساعدة المتضررين. اليوم أيضا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قام بزيارة إلى جنوب السودان، هي أولى زياراتها الخارجية، والتقى بالرئيس سالفا كير مايارديت. خطوات من شأنها تأكيد أن السودان حقا اليوم هو في ثوب جديد. دعونا نتحدث أكثر بتفاصيل عن هذا الموضوع، ويسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف من الخرطوم العميد الركن الدكتور الطاهر أبو هاجة مدير إدارة الإعلام في رئاسة الجمهورية السودانية. أحييك سيادة العميد، كيف تابعت إذن الاجتماع الأول؟ أهلا وسهلا بك، كيف تابعت هذا الاجتماع، الاجتماع الأول للحكومة الجديدة وكذلك هذه الزيارة لرئيس الوزراء لجنوب السودان؟ هذا الحراك الذي بدأه منذ يومين أعضاء المجلس السيادي واليوم رئيس الوزراء يؤكد اهتمام كبير جدا في عملية السلام حسب ما ورد في الوثيقة الدستورية. تعلمين أن 6 أشهر الأولى هي مخصصة أو ستركز بصورة أساسية على إحلال السلام. نعم. اعتباره يعني ملف مهم جدا وحساس. إذا هي من ضمن الأولويات. تفضل. أيوه، هي من الأولويات الأساسية في الفترة الانتقالية. نعم. وحقيقة ما تم خلال اليومين الماضيين يبشر بنتائج كبيرة جدا في مستقبل الأيام يعني. نعم. ربما التغيير المدني الذي حصل في السودان. يعني في هذه النقطة تحديدا سيادة العميد. تفضل. يعني العشر أولويات أيضا تتضمن موضوعات أخرى لها علاقة بالسلام، بالاقتصاد، بقضايا المرأة، البيئة، الحريات. هل هذا كل ما يحتاجه فعلا السودان في المرحلة المقبلة؟ وكيف سيؤثر على المستقبل السياسي كذلك الأمني والاقتصادي للبلاد؟ نعم، أكيد طبعا هناك موضوعات أخرى، هناك قضايا أخرى، قضية الأزمة الاقتصادية، تعلمين قضايا العلاقات الخارجية، مشهودات سياسية كبيرة جدا لإحداث الاستقرار في السودان خلال 30 عاما الماضية. هناك كثير من المشكلات التي تحتاج إلى تركيز أكثر الحكومة الحالية، ولكن الفترة الانتقالية بصورة عامة لها أولويات كما ذكرتي.
نعم. هي السلام والاقتصاد وإحلال السلام وكذا. إذا دعنا نتعمق أكثر في هذه النقطة وهي الأهم، لأنه لا حياة ناجحة سياسيا أو اقتصاديا بدون سلام. ويوم أمس بالفعل وقع أو تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجماعات والحركات المسلحة. هذه الخطوة أيضا مهمة، كيف ستؤثر على مستقبل السودان، كذلك في ضوء الزيارة التي تبعناها اليوم لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك. اريد ان اقول لك هنالك اتصالات تمت مبكرة منذ ان حدث التغيير في السودان، منذ مجيء المجلس العسكري في الايام الاولى هنالك حراك كبير جدا حصل من المجلس العسكري، اتصالات بالحركات المسلحه، لقاءات تمت في دوله جنوب السودان وفي تشاد وفي اثيوبيا، كلها وبعضها كان قد أرجع إلى حين تشكيل الحكومة الحالية. نعم. تعلمين أن الحركات هذه الحركات كانت ممتنعة تماما عن التفاوض مع النظام القادم السابق. صحيح. ولكن التغيير الذي حدث حاليا جعل هذه الحركات يعني تتشجع وتقبل على السلام بوضع جديد وبفهم جديد وباستراتيجية جديدة. جيد. يعني سيادة العميد دكتور الطاهر، دعني أسألك سؤال أخير أيضا يتعلق باتفاق المبادئ بين الحكومة السودانية والجماعات. منتظر أن يكون هناك اتفاق أعتقد في أكتوبر المقبل ربما، كيف تتوقع يكون شكل هذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق أنا يعني أتفائل جدا أن يكون له ما بعده، وأنه سيضع يعني حتى ونقطة فارغة أن نقول وداعا للحرب، وهذه الحركات سيكون لها دور ومشاركة سياسية فاعلة سلمية، وكل ذلك يعني انخراط في الجو الديمقراطي الجديد الذي يعيشه السودان. كل التوفيق بالتأكيد لشعب السودان الشقيق، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق. أحييك وأشكرك أستاذ أو العميد الركن دكتور الطاهر أبو هاجة مدير إدارة الإعلام في رئاسة الجمهورية السودانية على وجودك معنا. دعونا نذهب إلى تونس والاستعدادات للانتخابات والحالة والوضع الانتخابي هناك. على قدم وساق تستعد تونس لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم الأحد المقبل بإذنه تعالى، وسط مخاوف من العزوف عن التصويت الذي قد يحرم العملية الديمقراطية من بعدها الصحيح. لمتابعة الأوضاع معنا من تونس العاصمة الأستاذ بدر السلام الطرابلسي، رئيس تحرير موقع بوليتيكا تونس عبر سكايب. أحييك أستاذ، يعني نتحدث إذن عن الاستعدادات. أهلا وسهلا بك. نتحدث عن الاستعدادات والتحضيرات للانتخابات في تونس، كيف تابعت هذه الاستعدادات وإلى أي درجة هي تختلف عن أي انتخابات أخرى خاضتها تونس؟ بالنسبة للاستعدادات للانتخابات الرئاسية القادمة التي ستدور الأحد القادم يوم 15 سبتمبر، أعتقد أنه يعني استعدادات حقيقة على أشدها، لأنه أغلبية المترشحين يعني في إطار حملاتهم الانتخابية يعني قاموا بالعديد من التحركات في داخل الجمهورية وفي جهات البلاد، قاموا بالعديد من الأنشطة الإعلامية والاتصالية والتقوا بالمواطنين، هنالك حركية على مستوى الحملات الانتخابية وهنالك كذلك حركية على المستوى الإعلامي، فالقنوات الخاصة والعمومية كلها تركيزها منصب على هذه الحملة الانتخابية، سواء من خلال تقديم المترشحين أو إجراء الحوارات أو من خلال الغوص في خطابات هؤلاء المترشحين وخططهم الاتصالية ومدى نجاعتها في هذه الحملة ومطابقتها للمعايير الحملات الانتخابية المتقدمة في العالم، مقارنتها بالانتخابات الفارطة مثلا، مقارنة بانتخابات سنة 2014 هنالك فرق يعني ملحوظ. فرق أولا في محتوى الخطاب السياسي للمترشحين ولفرقهم الانتخابية ولأنصارهم كذلك، يعني كان هنالك في 2014 حقيقة
خطاب عنيف، خطاب يعني فيه ثلب، أحيانا فيه شتم، فيه استعمال للعنف اللفظي في جانب منه، ليس كله طبعا. هذا لم نلاحظه في هذه الحملة الانتخابية. هنالك ارتقاء بشكل ملحوظ عن هذا الأسلوب يعني في الدعاية السياسية وفي التعبئة للمترشحين، وإن بقت بعض الرواسب. فهذه نقطة من النقاط التي يمكن يعني أخذها بعين الاعتبار حينما نقارن بين انتخابات 2019 وانتخابات 2014. هنالك كذلك كما قلت في محتوى الخطاب السياسي، في محتوى الحملة الانتخابية في حد ذاتها، الخطة الاتصالية التي يعتمدها كل مترشح، البرنامج الذي يطرحه، يعني هنالك نوعا ما تطور، وهنالك اتعاظ من الانتخابات الفارطة، ويعني تطوير في محتوى الخطاب الموجه للناخبين الذي يركز على الحجج العقلية والواقعية والأشياء الملموسة لكن أكثر من رغم أي شيء كل آخر، ورغم ذلك وهذا وجود الاهتمام بالعملية المرشحين. الانتخابية، هناك تخوف من العزوف عن التصويت، يعني ما أسباب هذا التخوف؟ كذلك في شق آخر، لو تحدثنا عن استطلاعات الرأي، فيتحدث أن الزبيدي يتصدر الإخوان في تراجع، فمن برأيك سيحظى بثقة كبيرة لدى الجمهور التونسي؟ والله إلى حد الآن لا يمكن الجزم في من سيحظى بثقة الناخب التونسي، لأنه أولا هنالك العديد من المترشحين في هذه الانتخابات الرئاسية، 26 مترشح، وهنالك يعني عديد من الأسماء الوازنة والتي لها معناها رصيد انتخابي ورصيد شعبي، ليس كالموقف الانتخابات الفارطة. يعني هنالك تقريبا مرشحين من كان يحظيان بالغالبية المريدين والناخبين، فالأمر يصعب، خاصة أن الأمور لم تتوضح بعد. ولكن يمكننا تلمس هذه ملامح من سيكون له الأغلبية في الانتخابات نعم، القادمة، وهم يعني هل ترى تحديدا أن هذا العدد كما قلت الكبير عبد الكريم للمرشحين، نتحدث الزبيدي عن 26 مرشح، هو ويوسف عائق أو الشاذلي؟ عقبة يعد تحدي لكثرة المرشحين، البرامج الانتخابية والقضايا المختلفة بالنسبة لمن سيذهبون للتصويت، يعني يضعهم في نعم حيرة؟ أجل، هو كذلك. ولكن فقط أردت أن أكمل تفضل. الفكرة السابقة فقط لأبرز الأسماء. كما قلت لك، هنالك عبد الكريم الزبيدي، وهو المرشح يعني العائلة الوسطية الديمقراطية الحداثية في تونس، ومن نفس العائلة كذلك هنالك يوسف الشاهد، ولكن كل واحد فيهم لديه أغلبية في منطقة ما. مثلا عبد الكريم الزبيدي لديه أغلبية ناخبين في منطقة الساحل، بينما يوسف الشاهد أغلبية ناخبيه في تونس العاصمة. ولكن هذا لا يعني أن لهم امتداد في الجهات، ويعني ناخبين في ولايات أخرى من الجمهورية. هنالك كذلك بروز أسماء جديدة مثل المرياحي، ومثل مثلا قيس سعيد، وخاصة محمد عبو الذي يتسم خطابه بالعقلانية والمدروس، وقد جلب إليه الكثير معناها من الناخبين والمريدين، خاصة في صفوف النخبة وفي صفوف الشباب والمثقفين والطلبة. هنالك كذلك رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة، لديه أيضا حظوظ، ولكن لا تتساوى مع حظوظ المرشحين الأولين الذين تحدثت لك عنهم. وكذلك هنالك دورين يعني في الانتخابات. هنالك الدور الأول، إذا لم يأتي مترشح من المترشحين بغالبية الأصوات منذ الجولة الأولى نعم، وهذا مستبعد، وهنالك الدور الثاني سيتحدد فيه خاصة من سيفوز وسيحظى معناه بغالبية الأصوات. بالنسبة لتعدد الترشحات، كما قلت نعم صحيح، تعدد الترشحات يمثل إشكالية في علاقة بالانتخابات الرئاسية، لأن تعدد الأصوات الترشحات سينجر عنه تعدد وتشتت الأصوات الانتخابية، التي خاصة في العائلات السياسية المتقدمة للانتخابات، مثل الإسلاميين ومثل العائلة الحداثية ومثل اليساريين. تجد كل عائلة سياسية لديها أكثر من مرشح. مثلا العائلة الوسطية الحداثية التي يوجد منها كذلك من النظام القديم وإلى ذلك، نعم، فيها تقريبا 8 مترشحين. بالنسبة
لليساريين هنالك ثلاثة في الانتخابات الفارطة، كان هنالك مرشح فقط. بالتأكيد بالنسبة سنتابع كل للتيارات هذه التفاصيل الثورية أكثر في العملية الانتخابية يوم الأحد المقبل. كل التوفيق نعم لتونس والشعب التونسي في شكرا. مرحلة سياسية جديدة تنتظرها البلاد. من تونس عبر سكايب الأستاذ بدر السلام طرابلسي، رئيس تحرير موقع بوليتيكو تونس، نشكرك جزيل الشكر. إذن كانت هذه أبرز الأحداث ربما في عالمنا العربي، وتبقى قضية مهمة سنناقشها بعد الفاصل فقط، ابقوا معنا. جدد الترحيب بكم مرة أخرى. دعونا نتابع القضية والملف الأبرز في حلقتنا لهذا اليوم. نتحدث عن المستجدات الفلسطينية، تحذيرات من تعهدات نتنياهو بضم غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات في الضفة المحتلة. هذا التصعيد لإسرائيل الخطير سنناقشه مع ضيفي في الاستوديو دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس. هي كل تحية دكتور أيمن، وسعيدة بوجودك معي في هذه الفقرة. يعني تطور خطير، يعني ومفاجئ ربما للبعض، بضم غور الأردن ومناطق في الضفة الغربية ومستوطنات. هذا ما تعهد به نتنياهو كالعادة، هو يضرب بكل المواثيق والقوانين الدولية والشرعية عرض الحائط ولا يهتم. لكن هل كان هذا متوقع، وهل فعلا خوضه للانتخابات يجعله يصرح بهذه التصريحات، أم هو يتحدث بشكل مخطط؟ يعني أختي الكريمة، من يتابع حراك نتنياهو خلال الشهر الماضي بالتحديد، يذهب إلى الحرم الإبراهيمي ثم يتحدث هناك، وهو يعني ذهب متسلحا برئيس الكنيست ورئيس دولة الاحتلال وأيضا كوشنر، وخلال وجوده في الحرم الإبراهيمي اللي لأول مرة بزوره يتحدث بضم أجزاء من الضفة الغربية، وفي نفس السياق يرضي المستوطنين، خاصة المستوطنين القريبين للخط الأخضر اللي هو في غلاف المدن الفلسطينية، وهي اللي كانت نسبة التصويت في انتخابات إبريل من العام الحالي الليكود لم يحصل إلا 7.5%، بالتالي هو يريد أن يزيد من هذه النسبة على أمل أن يحقق مقعدين أو ثلاثة يتمكن من خلاله من تشكيل الحكومة. نتنياهو كمان يعيش في بحر هايج من الموج، ويرى أنه قد يغرق في أي لحظة، سيذهب في حال فشله إلى السجن مثل سلفه أولميرت. هناك ملفات فساد جاهزة، المستشار القضائي الإسرائيلي ينتظر انتهاء فترة الانتخابات والوصول إلى شهر أكتوبر لمحاكمته، لذلك تجدين حالة الصرع البعيد شان نتنياهو. يذهب إلى مدينة أسدود، وخلال مدينة أسدود ما تبعنا المؤتمر الصحفي أول أمس وحديثه بضم غور الأردن وأجزاء من البحر الميت وأجزاء من الضفة الغربية،
لماذا غور الأردن؟ يعني لماذا غور الأردن لعدة أسباب. أولا المستوطنين في غور الأردن لم يصوتوا نسبة، رغم أنه قريبين، يعني يعتبروا قريبين من الخط الأخضر، لكن من المستوطنات التي لم تصوت للكود إلا في نسبة 1.8% من إجمالي أصواتهم. بالتالي هذا العدد كتير مزعج لنتنياهو. نتنياهو يريد أن يقنع هؤلاء المستوطنين أنه قادر على، عددهم مش كبير على فكرة يعني، بس ولكن هو يسعى للحصول على أكبر عدد ممكن الأصوات. هو كان يجامل المستوطنين غلاف غزة ويعرف أنه نسبة التصويت له ستكون قليلة كما حدثت في السابق، ورغم أنه بالعادة مستوطنات غلاف الضفة الغربية يكون للليكود أكثر. ثم يغازم هناك غور الأردن، مستوطني غور الأردن والبحر الميت. بالتالي حتى في خلال سنوات الطوال بعد أوسلو، محاولات جولات المفاوضات المتكررة، كان يطرح حتى يمكن احنا في لحظة المفاوضات مع أولمرت وصلنا إلى اتفاق نهائي على كل تفاصيل القضايا والملفات العلاقة من ضمن غور الأردن. كان مطروح استئجارها لمدة 100 عام. وكان طلب فلسطين لا 100 عام يعني حسب القانون الدولي والقانون الطاب اللي يطبق في فلسطين ستصبح أراضي إسرائيلية. فتم الحديث عن تأجيرها لمدة 60 عاما أو 99 عاما، يعني لن تكسر المئة. بالتالي الحديث عن إيجار مقابل ثمن. لماذا غور الأردن مرة أخرى غير المستوطنين؟ مكانتها الجغرافية. غور الأردن منطقة منخفضة، درجة حرارتها مرتفعة، تنتج منتجات صعب أنك تجديها إلا في غور الأردن، مثل النوع من أنواع البلح والتمور، نوع من أنواع الخضروات والفواكه اللي توجد في مواسم غير موسمها. بالتالي تحتاج، بتعرف فلسطين كجغرافيا هي صحيح جزء كبير جدا من المناطق العربية، ولكن هي فيها خاصة جدا، ستجد بها صحراء، مناطق الغور المرتفعة المنخفضة عن البحر كثيرا، مناطق سهلة زي مثل مرج بن عامر، مناطق ساحلية مثل غزة ويافا وحيفا وعكا. بالتالي هذا التضارب الجغرافي جعل مطمع للاحتلال لينوع منتجاته فيها. بالتالي غور الأردن مهمة جدا. أضف إلى ذلك أنه الجغرافيا أيضا السياسية وتخوم الأردن والتصاق بالبحر الميت، وما تعرفين حجم المعادن والموارد في البحر الميت اللي الاحتلال حتى لحظة هو يسيطر عليه. في اتفاق أيضا يمكن قليلون من تعرضوا له، هو اتفاق ربط البحر الميت في البحر الأحمر، وأيضا استغلال هذه القنوات في إنتاج أيضا أنواع من أنواع المياه تستخدم في علاجات. وبالتالي هذا الاتفاق اللي أبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة وإسرائيل والأردن قبل أكثر من 3 سنوات، وهذا إسرائيل في حال سيطرت على هذا الأمر فالسلطة لن يكون لها نصيب في هذا الاتفاق. كثير من القضايا اللي في غور الأردن لها أضرار على الاقتصاد، ولكن هو مجرد أن يطرح ذلك نتنياهو فأنا أقول لك أن العملية السياسية انتهت. أضف إلى ذلك استوطنات الضفة الغربية، تعرف مستوطنات الضفة الغربية تمثل مناطق سي اللي عين نتنياهو عليها ومجموعة المطرفين الحرديين اللي معاه 60% من أرض الضفة الغربية. ماذا يبقى؟ طب إحنا بنطالب 22% من أرض فلسطين التاريخية، الأراضي اللي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس كدولة للفلسطينيين، وهي أقل الحد الأدنى للفلسطينيين والعرب. طب عندما يصادر نتنياهو أو يحاول أن يقنع ناخبيه بأنه سيصادر أجزاء من الضفة الغربية، أعتقد أن العملية السياسية انتهت. هذا أول سؤال ربما تبادر لذهني عندما سمعت هذه التعهدات من نتنياهو، ماذا يبقى؟ هو بكل قسارة وجبروت يتعهد، كل همه ربما الفوز في الانتخابات، وهو يعلم أنها تعهدات مستفزة للغاية للعالم العربي جميعا ليس فقط للفلسطينيين. هل ستبقى إسرائيل تشعر أنها فوق القانون وفوق الشرعية الدولية؟ لماذا يصدر هكذا تعهدات بكل أريحية واطمئنان دون أي مراعاة وتفكير حتى من ردود فعل ربما تكون كبيرة؟ يعني أختي الكريمة، دعنا نذهب إلى عندما أعلن الإدارة الأمريكية في ديسمبر عام 2017 بأن القدس عاصمة المحتلين، ونقل سفارتهم في مايو من عام 2018 من تل أبيب إلى القدس. ماذا كان ردود الفعل؟ نتحدث بصراحة، في أهم من القدس؟ يعني بالنسبة لنا غور الأردن مش أهم من القدس ولا أي مدينة صح؟ كل مدينة فلسطين لكن كثرة الضربات وهذا الاستفزاز المتواصل، يعني ما هو ردات الفعل ماذا تقاس؟ يعني يمكن أنا أكون سعيد فلسطينيا رغم أنه يعني أضرار القذائف التي أطلقت من غزة أكثر من فوائدها، لكن أنا كنت سعيد فلسطينيا أن أرى نتنياهو وهو يلقي خطاب هذا الجبروت وهذه الوقاحة في الزروت يهرب مثل الفئران عندما أبلغ أن هناك قذائف أطلقت من غزة أو صواريخ أطلقت من غزة وهي بعيدة عن جدود، يعني مش حتوصل عسقلان، مش جدود بعيد عنه 40 كيلو وهرب مثل الفئران. هذا يعطيك دلالة، هذا مطلوب منه، نحن نحدث حالة توازن رعب رغم أنه يعني ليس لنا طاقة بإمكانيات إسرائيل العسكرية، ولكن مجرد أنه نتنياهو يهرب أمام فقط سفارات إنذار
ويهرب بطاقم من 50 مرافق من جهاز الشباكة، يعطيك دلالة أنه نحن نحتاج إلى حالة الندية لتجعله مرتبك. ماذا فعلنا عندما فعل شعر بذلك؟ يعني ألا يشعر بهذا التناقض؟ كيف هو يتعاهد بصدر وبثقة وفي نفس الوقت يهرب بهذا المنظر الذي شاهدناه؟ يعني أختي مرة، لو تابعت فقط الصحافة الأمريكية شو كتبت عنه في نفس اليوم وفي اليوم التالي، يمكن لم تلقي ضحكا من هذه الشخصية المتناقضة. كل الإعلام الإسرائيلي هاجموا أنه كيف ستحمي مستوطنات غلاف غزة وأنت تهرب مثل الفئران مجرد أنك سمعت صفارة انذار؟ جاء رد وكأنه فوري وسريع. بالضبط. هذا اللي بيخليك أنت في الصين العربية تفتخر أنه في لازال هناك مقاومة تحاول، رغم أنه بهذه الحالة البسيطة رغم الحصار وكل هذه الحالة في غزة، تخرج بعض القذائف التي تربك هذا المشهد وتجعل نتنياهو يخرج هاربا. لاحظنا ردود فعل عربية وردود فعل فلسطينية. ويمكن في الردود الفعل اللي بمجملها هي واحد، انا اعتقد كان يعني ابلغ رد هو رد المقاومه في اللي خرجت من غزه كما اشرنا لها وهروبه. بالتالي انا اعتقد الرد، يعني اليوم احنا لو تابعنا نتنياهو يتحدث بكل هذه الوقاحه اختي، لانه في ظهر الولايات المتحده الامريكيه هناك اداره، يعني حتى كوشنر اللي هو اليوم موجود في، هو وسفيرهم في تل ابيب فريدمان موجودين بشكل دائم في اسرائيل ويجروا حوارات مع احزاب أجل ضمان أن وصول نتنياهو. يعني حتى نتنياهو في حال فوزه بمقعد واحد أو بتعادله ويكلف بتشكيل الحكومة، هناك الآن تخوض الإدارة الأمريكية جولات حوار مع أحزاب إسرائيلية بشكل سري من أجل إقناعهم في حال وصول نتنياهو إلى في الانتخابات فوزه أن يتم إجراء تحالف معه، من ضمنه تحالف حزب العمل قشر. وبالتالي هناك حالة تحدث إدارة أمريكية تقودها. لذلك نتنياهو لو لاحظتي أنه تحدث عن صفقة القرن خلال كلمته، وتحدث عن دعم الولايات المتحدة له، وتحدث أنه هو القادر على تنفيذ ذلك وأنه المستقبل سيكون أفضل لأن الولايات المتحدة ستدعمه. هو يرى أنه مصيره مجهول. أنا كنت أتوقع أنه نتنياهو في اللحظة اللي سيشعر أنه سيذهب إلى السجن سيذهب إلى خوض إحدى الحروب، إما في قطاع غزة ممكن نشوف تلويحات رغم أنه فاضل الانتخابات 5 أيام، أو إلى جنوب لبنان، وهذا كان وارد بكل الحسابات في من يقرأ المشهد. هل وجدت وعودات لنتنياهو بأنك ستكون رئيس وزراء؟ بالتالي بدأ في تغيير هذه اللعبة ويتحدث بحجم التهديد وأنه ما فيش حرب على غزة أو في حرب، رغم أنه الحديث اليوم لنتنياهو أنه أنا قد أذهب أكون مضطر للذهاب إلى حرب واسعة في غزة. الحديث من شخصيات أمنية إسرائيلية أن الحرب على غزة مش نزهة، حرب قد تستمر عدة أشهر أو قد سنوات، وقد يخسر الجانب الإسرائيلي مئات من جنوده. بالتالي نتنياهو هل يؤجل هذه الحرب إلى بعد الانتخابات؟ أم هي أيضا ورقة يلوح بها لإقناع ناخبي أنه هو قادر على جلب الأمن لهم رغم كل المشهد اللي رأيناه خلال هذه الأيام؟ صحيح الانتخابات الإسرائيلية فاضل عليه 5 أيام، يعني الحلقة القادمة قد تكون نتائج الانتخابات أجرت وبدأت النتائج الانتخابية. نتنياهو الآن كمان يصارع نفسه من أجل ضمان الوصول إلى كيف تنظر لهذا المشهد الانتخابي الإسرائيلي؟ يعني هل هو سيناريو مطروح أن يخسر نتنياهو ويذهب إلى السجن؟ وإلى أي درجة يؤثر ذلك على الوضع في فلسطين؟ من الذي سيفوز في إسرائيل؟ أختي الكريمة، يمكن أنا ضد موقف السلطة في أنها تنتظر ما يحدث في إسرائيل أو تنتظر ما يتغير نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أرى أنه إحنا بنستطيع نفعل شيء. إحنا بالتاريخ عندما جاء اليسار إلى الحكم لم يقدم لنا شيء، يعني ما جاء اليسار إلى الحكم. احنا صح الاتفاق أجرنا الاتفاق أوسلو مع عربين، واليوم احنا ذكرى يعني أوسلو. رغم ذلك احنا هذا الاتفاق اللي وصلنا له ووقعناه كان هناك مغامرة أيضا من جانب إسرائيل أنه يريد أن ينهي هذا الصراع. قتل رابين بتحريض من اليمين، وبعد ذلك اليسار عجز عن فعل أي شيء. اليوم من يعتقد أن بيني جيتس ومجموعة الجنرالات اللي معه باستثناء لبيد يستطيعوا، هو حزب أزرق أبيض أو كحول لفان بالعبري، هل يستطيعوا أن يفعلوا شيء لو جاءوا على سدة الحكم؟ حتى هذه اللحظة لم يطرح أي منهم حلا سياسيا. يعني حتى يهود براك في حزب ميرتس لا يطرح حلا سياسيا للتحالف الجديد اللي هو الإسرائيل الديمقراطية، لم يطرح حلا سياسيا. هو يقول أنه يجب أن ننفصل عن فلسطين، فيش انفصال بدون اتفاق سياسي. لكن لأول مرة هناك تراجع، يعني في السابق
في تسعينات بعد اتفاق أوسلو حزب الليكود طرح حلا سياسيا، الولايات المتحدة الأمريكية طرحت حلا سياسيا هو دولة فلسطينية، اعتراف بدولة فلسطينية، وحزب العمل كان يطرح حل بإيجاد دولة فلسطينية منزوعة السلاح. هذا الأمر اليوم تلاشى، يعني في كل الدعاية الانتخابية توجد بها ذلك. لذلك أنا أعتقد أنه اليوم السيناريو الأقرب للانتخابات، وهي التوقع الشخصي بقراءتي للمشهد الإسرائيلي، حزب الليكود قد يحصل على 31 أو 32 مقعد، نفس النسبة اللي حصل عليها في الانتخابات إبريل الماضي. ثم يتكلف نتنياهو بتشكيل حكومة. الأمر سيكون به حالة من الجدال، قد نجد فجأة إحدى السيناريوهين، إما أن ينقسم حزب أزرق أبيض ويتفتت ويذهب جزء منه تحالف الجنرالات مع يهود مع نتنياهو مقابل خوض حرب في غزة أو في جنوب أو في شمال غزة أو لبنان، أو أن يذهب حزب العمل وجيشر لو حصلوا على 6 مقاعد بتحالف مع نتنياهو مع اليمين، وبالتالي يشكل الحكومة. لكن ليبرمان أبعد شيء في أن يكون حليفا لنتنياهو. نتنياهو للأسف الشديد توقع أنه لن يذهب إلى المحاكمة في أكتوبر، لأنه سيحصن نفسه إن تمكن من تشكيل الحكومة، لأنه هو يسعى لتحصين نفسه خلال إصدار قرار من الكنيسة في حال وجود قضايا على رئيس الحكومة ألا يتم محاكمته خلال فترة ولايته. وهذا الأمر يعني هذا الأمر يحصنه من المحاكمة، بعكس ما حدث مع أولمرت، هو رئيس حكومة تم اعتقاله، بالتالي هذا الأمر هو يريد أن يهرب منه. أعتقد هذا هو السيناريو الذي سيحدث، نتمنى أن لا يحدث ذلك وأن تكون الأمور مغايرة، ولكن هذا ما يحدث، لأنه أيضا المشهد الفلسطيني غائب عن الفعل أخت نوران. يعني الفلسطينيين لا يقدموا شيء للتأثير في الانتخابات. إحنا يمكن عندنا حراك في اتجاه تدخلنا في الانتخابات، أحيانا يكون بشكل غبي. بمعنى اليوم في عندنا إحنا قرابة اللي لهم حق التصويت في الداخل الفلسطيني 900,000، قرابة 900,000. نعم. 900,000 لو صوت في الانتخابات القادمة شارك منهم 46%. لو رفعنا هذه النسبة وضغطنا كما حصل في عام 1999 عندما رفعت النسبة إلى أكثر من 75% تغيرت في نتائج الانتخابات. لو طلبنا أو ضغطنا، صحيح أنه في النهاية أجا يهود براك، ولكن كان تغيير في نتنياهو، فشل نتنياهو. لو تم إقناع الناخب العربي في الداخل من خلال العلاقات المتسعة معه، بأن يكون هناك مشاركة كبيرة جدا من الناخب العربي، أنا أعتقد أنه هذا قد يغير المعادلة، يفتح مجال لأن يحصل أن تكون الكتلة العربية رقم 3 متقدمة، تحصل على 15 مقعد أو 16 مقعد. هذه النسبة مهمة جدا، وأنا أعتقد حديث رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عود لأول مرة يغرد خارج أو يتحدث خارج الصندوق، بأننا جاهز لأن نكون في أي حكومة تشكل، وحكومة طبعا يتحدث عن حكومة ليست يمينية متطرفة، وكان تلويح لأن العرب قرروا أن يغيروا المعادلة في الداخل ولا يبقوا فقط متفرجين. لكن ربما سؤال دكتور، إذا كان هذا حل جيد، يعني ما الحائل أن يحدث الآن؟ لماذا حدث سابقا ومن الصعب أن يحدث حاليا؟ هناك في فقدان ثقة في الأحزاب العربية، وهذا الأمر يحتاج إلى بشكل سريع الحراك في الصحيح 5 أيام قليلة، ولكن أنا أعتقد أنه هناك لنا اتصالات كبيرة جدا مع شخصيات عربية وازنة في الداخل، أن يتم الحديث بشكل كامل في إقناع الناخب الفلسطيني أو العربي في الداخل للمشاركة، لنصل إلى عدد ممكن أكبر عدد ممكن. صحيح أن الأحزاب العربية توحدت أخيرا بعكس الانتخابات الماضية اللي كان هناك كتلتين وانفصلوا عن بعض، كل حزبين شكلوا كتلة، الآن هم توحدوا، صح منه متأخرين ولكن تمكنوا من التوحد مرة أخرى بقيادة أيمن عودة، بالتالي نعم. أعتقد الأمور أفضل من السابق، ولكن حتى في الانتخابات نقول أن هناك أمل يعني لعلاج الأمر وتحقيق ذلك. أعتقد الأمور أفضل من السابق، ولكن لا نستطيع أن نتحدث أن النسبة قد ترتفع إلى أكثر من 60% بكل قراءتنا للمشهد. صحيح أن قانون تطبيق الكاميرات المراقبة اللي كان يزعج العرب سقط في الكنيسة ولم يستطع نتنياهو تمريره، هذا الأمر كان جيد، ولكن نتمنى أن يكون مشاركة أكبر عربيا في هذا السياق. نعم. بعيدا عن دخول في الرهان على حزب أزرق أبيض ولا حزب الليكود، يجب أن نراهن على شعبنا الفلسطيني، هو تقريبا خمس الناخبين في داخل دولة الاحتلال. طبعا إذا ما تحدثنا عن رد فعل السلطة الفلسطينية، وهو أن إذا ما حدث ذلك بالفعل فستقف أي مفاوضات للسلام، وأي هل المقصود كل الاتفاقيات كل برمتها يعني أم ماذا؟ وهل هي فعلا يعني تصريحات ستطبق مسؤولة أم أيضا فقط للضغط الحالي؟ يعني أنا بصراحة في موقف السلطة حزين.
يمكن تناقشنا معك أكثر مرة في حلقات صحيح. سابقة في موقف السلطة تجاه الاحتلال. يعني عندما يعتبر الاحتلال أن القدس عاصمة المحتلين الولايات المتحدة الأمريكية، ثم نرى أن أبو مازن يتحدث أنه لا زال التعاون الأمني بينه وبين الإدارة الأمريكية كما هو. طيب أوك أنت تأمل أن تتغير الإدارة الأمريكية، طب أنت بتتأمل أنه يتغير نتنياهو؟ طب هناك تنكر كامل للحقوق الفلسطينية، ننتظر حتى يضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية؟ هو حتى مناطق سي، هو عندما يدخل إلى وادي الحمص أختي الكريمة هي مناطق ويهدم بها منازل ثم يخرج رافعا يعني أعلام إسرائيل بكل فخر في مناطقه. أنا أعتقد أن هذا الأمر أحوج بأن يكون هناك قرارات جدية. هناك قرارات منذ يونيو 2015 لا. واضح من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطيني، أعلى مؤسسات للشعب الفلسطيني، نتج عن ذلك تنكر لها وهي تطرح بشكل واضح ضرورة قطع العلاقات بكل أشكالها مع الاحتلال. ماذا فعل رئيس السلطة بمصر؟ طبعا أمات هذا الأمر مرارا وتكرارا، حتى قبل يمكن أقل من شهرين تحدث أنه سيشكل لجنة لتقوم بدراسة آلية الانفكاك من الاحتلال. أول شيء وقف التنسيق الأمني، أعطي قرارا واضحا بوقف التنسيق الأمني. طب هم مين المستفيد من التنسيق الأمني؟ بشكل واضح وقاطع وصريح. أنت بتتحدث عن يعني كمن يقوم بعملية تضليل إعلامي كبير جدا. ثم تجد الوزراء والقيادات المتقدمة في السلطة يتحدث أن رئيس السلطة رمز الشرعية يتحدث عن وقف ويتحدث عن وقف العلاقات مع الإسرائيل. أي وقف؟ هو يدرك أنه في اللحظة الأولى اللي بيوقف يوقف فيها العلاقات مع الإسرائيل ووقف التنسيق الأمني لا يستطيع مغادرة رام الله. هو جاهز لذلك؟ جاهز ليكون فدائي لذلك كما فعلها أبو عمار؟ هو مش جاهز. لا. بالتالي اللي حوله مش جاهزين كمان. أختي الكريمة في 1500 بطاقة في أي بي. بطاقة في أي بي يمتلكها رجال أعمال متنفذين، وزراء، شخص، رؤساء أجهزة أمنية، مدراء أجهزة أمنية متنفذين في السلطة. هؤلاء المستفيدين من بقاء هذا الحال على ما هو عليه، ولا لهم مشاريع مع بعض الشخصيات الإسرائيلية. يعني لا أخفي عليك سرا هناك مع شخصيات إسرائيلية، هناك من ذهبوا على البحرين، مش في جزء منه ذهب على مؤتمر البحرين واحنا أقمنا الدنيا ولم نقعدها في موضوع مؤتمر البحرين، ثم عادوا رجال الأعمال اللي ذهبوا شاركوا من الخليل ومن القدس ولديهم مشاريع مع الاحتلال، مشاريع واضحة في استثمارات. وبالتالي لا، هناك المتنفذين لا تستطيع أن يوقف التنسيق الأمني بغدان. بالتالي طالما أنت لا تستطيع أن تكون فدائيا لإنهاء هذه العلاقة مع الاحتلال فإنك يجب أن لا توهم شعبك بأنك قادر على ذلك. أنا مهم جدا أن نكون صريحين. طيب. نحن نتحدث أنه ما نقدرش نوقف العلاقة مع الإسرائيل، نتحدث لا. مش نقول أن تنسيق الأمني مقدس وثاني يوم نقول نحن سندرس سنشكل لجنة صحيح. طبعا لجنة من الناس مش هتعمل إشي. يعني الأسماء اللي وردت من روح فتوح إلى أصغر واحد لا يستطيع أن يتخذ قرارا لأنه مش هيقدر بعد هيك يتحرك من داره من الإسرائيل. ونحن ندرك أنه الإسرائيليين متشعبين في كل مدن الضفة الغربية، بالتالي يعني بلاش نكبر حجر ما نقدرش نرميه. نتحدث بواقع أختي الكريم، لا يستطيع لا أبو مازن ولا غيره أن يتحدث عن وقف التنسيق الأمني. يبقى لذلك بلاش نكبر ونقول إن إحنا سنوقف العلاقة. وأنا أقول لك وتشهدي علي نعم. لو ضم نتنياهو غور الأردن لا قدر الله ونص الضفة الغربية لن يوقف التنسيق الأمني، أسجلها علي. أمر يعني معقد للغاية ويدعو للأسى يعني الحقيقة. حضرتك دكتور أيمن من الأسرى المحررين صحيح. أليس كذلك؟ دعنا إذن ننتهز هذه الفرصة وننتقل إلى الجزء الثاني من فقرتنا التي ستناقش أو نناقش خلالها جريمة استشهاد الأسير الفلسطيني بسام السابح السايح في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد معاناة مع مرض السرطان جراء الإهمال الطبي. جريمة يجب ألا تمر مرور الكرام، جريمة فتحت ملف الإهمال الطبي الذي بات عنوان ممنهج لسياسة الاحتلال على الأسرى. دعونا نتابع هذا التقرير. انتهاكات ممنهجة وكسر واضح لكل القوانين والأعراف الدولية، هذا هو النهج المتبع من سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل سجونها، إذ إنها تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين وفق قوانينها العسكرية وليس القانون الدولي، ولا تعترف بأنهم أسرى لهم جميع الحقوق التي كفلتها لهم اتفاقيات جنيف الأربع وسائر العهود والمواثيق الإنسانية الأخرى. وفي خطوة جديدة تضاف إلى سجل السجان الإسرائيلي الحافل بالانتهاكات من بطش وتنكيل وتعذيب وإهمال طبي ومماطلة في تقديم العلاج اللازم، استشهد المريض بسام السايح داخل سجون الاحتلال بعد صراع طويل مع مرض السرطان. نبأ استشهاد السايح أعاد للذاكرة تحذيرات هيئة شؤون الأسرى
عن التدهور الخطير الذي شهدته حالته الصحية، إذ إنه كان يعاني من مرض سرطان الدم والعظام، وتطور الأمر بسبب الإهمال الطبي المتعمد لتأثر عضلة القلب بشكل كبير، وأصبحت تعمل بكفاءة 15% فقط، ما يعد قتلا عمدا مع سبق الإصرار. تلك الجريمة أعادت للأذهان أيضا المعاناة والأوضاع الصحية الصعبة التي يعيشها نحو 700 أسير، 160 منهم في مراحل متأخرة من مرضهم وبحاجة ماسة للمتابعة الطبية الدقيقة. ومنذ عام 1967 حتى استشهاد الأسير السايح، وصل عدد الأسرى الذين سقطوا ضحايا لاستبداد سلطات الاحتلال إلى 221 أسيرا، بينهم 65 جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وهو ما يجعل جرح الأسرى النازفة يتراكم داخل سجون الموت الإسرائيلية. نشكر زميل مجد عبد الله، عودة لكم مجددا، وأجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو دكتور أيمن الرقب. بالتأكيد لديك الكثير لتخبرني به وقد مررت بهذه التجربة بنفسك، وكيف هو حال الأسرى أوضاع السجون اليوم ولأي مدى يختلف عن السابق؟ طبعا بدينا نترحم على الشهيد بسام اللي يعني سقط وارتقى شهيدا في كوكب من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة اللي من عام 1967 فقط، نتحدث في الحقبة الأخيرة تجاوزوا أكثر من 220 شهيدا سقطوا نتيجة طبعا الإهمال الطبي والتعذيب داخل سجون الاحتلال. نعم. لو تحدثنا في تجربتي الشخصية، يمكن أنا في اللحظات الأولى شهدت وداع الشهيد بسام، يعني تعود دائما بي الذاكرة للحديث عن تلك الأيام. نعم. يعني فقط معلومات عامة قبل أن نتحدث بتفاصيل للسادة المشاهدين. نسبة الأسرى اليوم يعني اقتربت إلى 6500 أسير، بهم أكثر من 84 امرأة، أكثر من 500 طفل، جزء كبير جدا منهم اعتقال إداري بدون محاكمات. الإهمال الطبي كبير جدا، يعني مادة الباراسيتامول هي العلاج السحري بالنسبة للاحتلال، اسمها أكامول عندهم، هي العلاج الوحيد في السجون. يعني الممرض طبعا ما فيش دكتور، اللي بيكون موجود في العيادة اللي في كل موجودة في السجون، هي عيادة صغيرة جدا، هو فقط العلاج الموجود عنده مادة الباراسيتامول أو الأكامول ومية، هي العلاج الوحيد. يعني ممكن تكون بتعاني من أكثر من مرض فقط يعطيك الأكامول. نعم. عدم وجود طبعا مستشفيات قريبة من عدد كبير جدا من السجون يدفع في اتجاه أن أي مريض يتعرض لأي حالة مرضية مخيشة لا يجد من يعالج. يمكن أنا عشت حالة مع الشهيد عمر القاسم، هو كان طبعا عضو مكتب سياسي للجبهة الديمقراطية في سجن عسقلان. هذا الرجل كان يعني رحمه الله كان يوميا يلعب الرياضة لمدة ساعتين، فترة اللي يسمح بها إنه في إنه نمارس رياضة أو نشوف الشمس. نعم. وكان يعني يتمتع بصحة جيدة، فجأة اكتشف أنه معه عفاك وعفاء كل السادة المشاهدين كانسر، وبالتالي ذهب محتاج إلى علاج. نعم. طبعا حتى يتم فحصه وعلاجه تأخذ الفترة 3-4 أيام، إلى أن توفى مباشرة بعد ذلك الفحص، لأنه اكتشف لاحقا أنه الكانسر في مراحل متأخرة معه. هذه حالات كثيرة جدا تحدث مع أسرى كثيرون جدا. هذا يتناقض أختي الكريمة مع اتفاقية جنيف الثالثة. نعم. اللي بتنص في مدى 29-30-31 عن ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة للأسرة، وأيضا اتفاقية جنيف الرابعة وفي بندها 90-91، كل هذا يتناقض مع القانون الدولي، ولكن إسرائيل هي خارج عن القانون. يعني إحنا بعد اتفاق أوسلو وكان في خطأ من المفاوض الفلسطيني في اتفاق أوسلو، أنه ترك موضوع الأسرة لحسن النوايا من قبل الاحتلال، فبقى آلاف منهم داخل السجون الاحتلال. صحيح. وبالتالي وقعنا نتيجة ذلك أنه طب أوكي عامل وهو لا الأسرة معاملة أسرى الحرب. نعم. يطبق عليهم اتفاقيات ما ينص في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، لم مثلا يطبق عليهم ذلك، وبالتالي استمروا في هذا الحال. عندما نلجأ نحن لعلاج حالة طبية محددة، نضطر حين لخوض الإضراب عن الطعام. الإضراب عن الطعام هو آخر سلاح نستطيع نستخدمه، لأنه أنت يعني خلاص أمامك الموت، ستواجه الموت، أنت سترفض المأكل والمشرب وكل أشكال الحياة، وستلتزم بإرشاع كل وجبات الطعام التي تأتي لك. صحيح. وستصمد بأمعائك الخاوي، بنسميها احنا معركة الأمعاء الخاوي. نعم. قد يسقط وسقط بالفعل منا شهداء خلال مراحل الإضراب. صحيح. من أجل تحسين مستوى الحياة ومن أجل موضوع حل مشكلة الأسرى المرضى. اليوم نسبة المرضى حسب الإحصائيات 25% من السجناء يعانون من أمراض. طب أنا متأكد لو أجريت هذه الفحوصات
طبعا بدون اجراء فحوصات ستجد النسبه تصل الى 75%. طبعا. طب ما هو في امراض نفسيه وعصبيه موجوده داخل المعتقل، هذا مش محسوبه ومش مسجله، وبذلك ستجدي ان هذه الحاله الكبيره جدا لا تجد الا اهمالا طبيا كاملا يسقط نتيجه عنه طبعا مثل الشهيد بسام وغيره من كوكب الشهداء، وايضا نخرج بعاهات مرضيه كبيره جدا منها الامراض الجسديه ومنها الامراض النفسيه. نعم. يعني ستجد كل هذه الامراض تخرج معك بعد ان تقضي مده في المعتقل اللي بيمضي فتره طويله او فتره صغيره. يخرج الوقت ماذا يتراوح هذه المدد داخل المعتقل؟ يعني في اقل شيء ممكن واحد يعتقل شهور، في زي انا اعتقلت 7 سنوات، بس في غيري عشرات سنوات، في حتى الان اكثر من 35 عاما في سجون الاحتلال لا زالوا. بالتالي عندما يتم تحريره ستجد به حجم كبير جدا من الامراض نتيجه سوء التهويه، نسبه تعرضهم للشمس محدوده جدا، نوعيه الغذاء السيء الذي يتم جلبه للاسرى بالصارغ. بتعرف كانت في سجون زي سجن غزه المركز، كان في غزه هذا السجن. نعم. كان من السهل ان ياتي اهلنا لنا بطعام، هذا الامر مش موجود اليوم في السجون الموجوده داخل الاحتلال، وبالتالي نسبه نوعيه الاكل يحدد له الاسرائيليين في نوعيه الطعام الذي تجلبه له، يعني حتى نوعيه الاكل نوعية يتحكم هو بها، وأنت لا تعرفين ماذا يتم إدخاله أيضا في الطعام وما نوعية الأكل اللي تجيبه. صحيح أنه الطباخين بيكونوا من الأسرة، ولكن نوعية الأكل اللي بيتم جلبه طبعا. ما هو ما نوعية المادة الخام نفسها بالضبط. هذا يعطي على المدى البعيد مشاكل كبيرة جدا. بتعرف الاحتلال عنده مشكلة في موضوع أيضا الخصوبة لدى الفلسطينيين، بتعرف أنه إحنا عندنا نسبة الخصوبة عالية وبالتالي نسبة الإنجاب عالية، هي جزء من الصراع الديموغرافي على الأرض. هذا الأمر يمثل أيضا حالة في ضرورة أن يتم طعن في هذه العملية. يمكن هاي جزء من الصراع إخراج النطف إلى الخارج وإنجابه أن تدخل في السجن، هاي أيضا جزء من أنواع الصراع الموجودة بين الأسرة وبين الاحتلال. هذا الأمر أيضا يمثل حالة. سيتغير أي أمر، سيتغير منظمات إنسانية؟ يعني سريعا لو سمحت، لأنه أوكي أختي الكريم أنا أدرك الوقت يدركنا، ولكن أقول لك أن المنظمات الإنسانية حتى ذي اللحظة مقصرة تجاه الأسرى الفلسطينيين ومجملها. نحن نتحدث فقط عن تشجب واستنكار وتنديد، ولا أحد يستطيع أن يذهب للتفتيش داخل سجون الاحتلال وما يحدث بها. بالتالي كل الأمر يستمر فقط معاناة من الشعب الفلسطيني وانتظار الفرج عما قريب، لأنه نحن واثقين أنه الفرج سيكون قريبا، لن نفقد الأمل ونحن واثقون بانتصارنا إن شاء الله. عنهم الله، ومدام لهم أسر وأبطال يعني يقفون معهم ليس فقط بوجدانهم وإنما بالعمل يعني المتواصل. أشكر جزيل الشكر دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس والمحلل السياسي الفلسطيني. شكرا جزيلا، وشكر لكل من تابع هذه الحلقة من العرب في أسبوع. تقبل تحياتي نوران حسان وتحيات فريق العمل. إلى اللقاء.